بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وزوجه أجمعين. موضوع حصتنا اليوم إن شاء الله هي الحديث والتعريف بسبعة رجال. تقول لي سبعة رجال، نقول لك مدينة مراكش. سبعة رجال المغاربة كاملين كيعرفوا بأنهم رموز ورجال من رجالات وصلحاء مدينة مراكش الحمراء، منهم اللي تزاد وكبر ودرس وزهد وتعبد ومات وتدفن فيها، ومنهم اللي جابت الظروف والقدرة لها فعاش لما قسم الله وتوفى وتدفن فيها، ولكن بسبعة بهم كيجمعهم حب الله والرسول وزهدهم في الدنيا. حفظوا القرآن وبحثوا في اللغة والفقه وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلموا العلم وعلموه وانشروه بين الناس، ومن اللي توفاهم الله تدفنوا في مراكش وولات القبور ديالهم وجهة لزيارات الكثير من الناس، إما الفضول والاستكشاف اللي جابهم، وإما الاستشفاء من الأمراض أو التيمون والتبرك من بركتهم. كانت ولا زالت الزيارة ديال الكثير من الناس كتتم لقبورهم بشكل ترتيبي، رغم أن هاد الرجال السبعة تزادوا وتوفوا في تواريخ مختلفة، والزيارة ديال هاد الناس بداك الترتيب شوية غريب، ما فيهاش الاعتبار لا لتاريخ الازدياد ديالهم ولا لتاريخ الوفاة ولا المكانة ديالهم. وقبل نبغيو نعرفوا شكون هاد الرجال بعدا ومنين جاو وباش معروف كل واحد فيهم وشنو اللي جعل زيارة القبور ديالهم بهاد الترتيب الغريب. كل هاد المعلومات غادي نتشاركوها معكم ان شاء الله، ما فيها بس تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس والاعجاب بالفيديو، ونكملوا على بركة الله. مدينة سبعة رجال كتبقى من الألقاب المشهورة اللي معروفة بها مدينة مراكش، بالإضافة إلى المدينة الحمراء ومدينة البهجة وعاصمة النخيل. المصادر ديال التاريخ كتقول بأن سبعة رجال للإسم ديالهم مقرون بمدينة مراكش هما ناس كانوا معروفين بالعلم وبالزهد والصلاح، عاشوا وماتوا تدفنوا في مدينة مراكش، وغادي نبداو بالزاهد الصالح سيدي يوسف بن علي الصنهاجي اللي معروف بصاحب الغار وبالمبتلى وبأبو يعقوب. سيدي يوسف بن علي هذا الرجل التقي كان ابتلاه الله وتصاب بمرض الجدام. هذا المرض ما كانش له الدواء، وهو في الريعان ديال الشباب ديالو الشيء اللي زرع الخوف وسط العائلة ديالو، وخافوا من العدوى وتخلوا عليه، فاضطر أنه يغادرهم ويرحل ويجعل من واحد الكهف أو الغار كان كيتواجد في حارة الجدمة خارج باب غمات مقر للإقامة ديالو والتعبد والزهد في الدنيا، وبقى فيه مدة طويلة، الشيء اللي أثار الانتباه والاستغراب والتعجب ديال الناس. كيفاش قدر هذا الرجل يعيش بوحدو ولهاد المدة الطويلة كلها وفي هاد الغار المهجور؟ ما كانوش عارفين بأن الرجل كان رجل صابر وراضي على ما قسم له الله من المرض اللي كيستعصى العلاج ديالو، وسخر عمره للاعتكاف وللعبادة حتى ولا راجل كيتميز بالورع وبالزهد وبالتقوى. والمرض اللي تصاب به وصبروا عليه وشكروا لله تعالى على حاله زادوا حب وتعلق وإيمانه بالله. ورغم قلة الحيلة ديال هذا الرجل فراه كان رجل ديال الجود والكرم، كيطيب ويطعم الفقراء، وكان كيقول رحمة الله عليه: تعودت مس الضر حتى ألفته وأسلمني طول البلاء إلى الصبر. الكثير من المصادر التاريخية ما تطرقتش للمراحل اللي تلقى فيها سيدي يوسف بن علي علم التصوف، ولكن يكفيه فخر أنه خداه وتعلمه من عند الشيخ الجليل رفيع القدر الملقب بأبو عصفور تلميذ الشيخ الجليل أبا بعزة. سيدي يوسف بن علي توفاه الله عام 583 هجرية الموافق ل 1187 ميلادية، وحنا في 2023، مرات حوالي 836 سنة على الوفاة ديالو. وشيخه أبو عصفور توفاه الله عام 572 هجرية الموافق ل 1176 ميلادية. سيدي القاضي عياض الرجل الثاني من سبعة رجال، وهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض السبتي اليحصوبي. النسب ديالو
كيرجع لإحدى القبائل باليمن. كانوا جدودو هاجروا منها لمدينة بسطة بالأندلس وتم سكنوا واستقروا حتى غادرها جدو عمرون إلى مدينة فاس المغربية، ومن ثم إلى مدينة سبتة المغربية تقريبا في سنة 373 هجرية الموافق لسنة 893 ميلادية. في مدينة سبتة تعرفوا عائلات القاضي عياد بالتقوى وبالصلاح ديالهم. تزاد في شعبان عام 476 هجرية الموافق ل 28 دجنبير 1083 ميلادية. نشأ وكبر في مدينة سبتة شمال المغرب، وتتلمد على يد المشايخ اللي فيها، وتعلم الفقه ورحل للأندلس بقرطبة بإسبانيا حاليا، وتم زاد وتفقه كتر على يد أبي الحسين بن سراج بن نخاس وعلى يد بن رشد. بعدها انتقل لطلب العلم في عام 508. الرجل تفقه تبارك الله ودرس وتعلم وناظر وصبح معروف ومشهور بين الناس من المغرب للمشرق. جمع واعتنى بالأحاديث النبوية الشريفة، الفقه والأصول واللغة صاروا عنده بحال شرب الماء، يعني كان متمكن منهم ومزيان. وهذا الشيء كيرجع للرغبة ديالو والحب للدين والفقه ولليقظة والضبط والفهم والتفنن في العلم اللي كان كيتميز بهم. عنده بزاف ديال الكتب والمؤلفات والمجلدات اللي مهمة وبزاف، بحال كتاب الشفاء في شرف المصطفى، وكتاب ترتيب المدارك وتقويم المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك، وكتاب العقيدة، وكتاب شرح حديث أم زرع، وكتاب جامع التاريخ ومشارق الأنوار والإلماع، والكثير من المؤلفات الصغيرة منها والكبيرة. القاضي عياد ملي رجع لمدينة سبتة اشتغل قاضي وكيدرس في نفس الوقت، وراه اشتغل قاضي حتى في مدينة غرناطة. القاضي هي صفة تنسبات لهذا الرجل، كان مشهود ليه بالكفاءة والعدل والصلاح والنزاهة. القاضي عياد عاصر وعاش حقبة ديال دولة المرابطين بالإمارة ديال يوسف بن تشافين، وكان القاضي عياد كيحب بزاف هاد المرابطين وكيدافع عليهم لأنهم كانوا كيحبوا العلم والعلماء. عاش كذلك في عهد الموحدين اللي كان حاكم أحمد بن تومرت، اللي طلب من الإمام القاضي عياد المبايعة ديالو ورفض، لكن مبايعته جات من بعد ما تعرض للضغط والإكراه في الأخير. يروى كذلك والله أعلم وأجل أن معارضته القوية لمحمد بن تومرت كانت هي السبب في الهجرة أو النفي ديالو من مدينة سبتة لمدينة مراكش، واللي عاش فيها غريب ومات فيها غريب عام 544. وهو في طريقه لمدينة مراكش مر على مدينة فاس وبقى فيها شوية ديال الوقت، لقى فيها من بعض الطلبة اللي سولوا على نفسه وعلى علمه، ومر على واحد البلدة اللي كانت سميت هداي واللي هي حاليا معروفة بني ملال، وفيها نضم واحد القطعة مؤثرة واللي كتقول: لعلك مثلي يا حمام فإنني غريب بداي، قد انتقلت لدائي فكم بين داي من فلات وسبته، وخرق عظيم الخافقين خواء. ومن هنا انطلقت بعض الروايات كتقول بأن القاضي عياد اشتغل قاضي حتى في بلدة داي اللي هي بني ملال، ولكن الدارسين قالوا بالعكس وقالوا بأن القاضي عياد مر عليها في طريقه لمراكش. وحتى المجريات ديال الأحداث اللي وقعت معاه بحال قصر المدة اللي كتفصل بين الخروج ديالو من مدينة سبتة للوصول ديالو والوفاة ديالو في مدينة مراكش، واللي هي من ما بين 543 و 544 هجرية. الموت ديال الإمام القاضي عياد تضربت فيها بزاف ديال الروايات، منها اللي قال بأن وفاة القاضي كانت عادية ومات بسبب المرض، ومنها اللي قالت بأنه تعرض للتصفية بالتسميم كما قال به الزركلي، ومنها اللي قالت بأنه تم القتل ديالو بالرماح بسبب رفضه الاعتراف بإمامة بن تومرت، واللي ادعى بأنه هو المهدي المنتظر وطلب منه باش يكتب واحد الكتاب كيقول فيه بأنه هو فعلا المهدي المنتظر، ورفض سيدي
مولاي القاضي عياد. أما الإبن ديالو محمد القاضي عياد فقال بأن الأب ديالو توفى في ليلة الجمعة من جمادى الأخيرة في مدينة مراكش عام 544 من بعد ما مرض لمدة ديال 8 أيام. الرجالات الإمام السهيلي وأبو العباس السبتي، سيدي محمد بن سليمان الجازولي، وسيدي عبد العزيز الدباع، وسيدي عبد الله الغزواني، كل واحد فيهم عنده قصة وحكاية غادي نعودها إن شاء الله في الحصة المقبلة. وفي الأخير غادي نتعرفوا على سبب ترتيب زيارة قبور هؤلاء الرجالات السبعة بهذه الطريقة. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا معنا شوية. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد إن شاء الله، وإلا عندكم شي ملاحظة وضعوها في خانة التعليقات. وكنشكركم بزاف على الانتباه والتتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.